السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة برنامجكم مطبخ عظيم. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يجعلها يا رب إن شاء الله سنة سعيدة على الجميع. النهاردة هنعمل وصفات اتطلبت وبإذن الله تنول إعجاب حضراتكم. واسمحوا لي طبعا أنوه عن صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي لكل أصدقائنا حابين ينضموا لنا وحابين يبعتوا لنا وحابين يشوفوا وصفاتنا اللي بنعملها على مدار الأسبوع. هتكون كل وصفة بتنزل بفيديو مستقل وكمان سكرين شوت من المقادير شكل الطبق النهائي. وبعمل نفس الوصفة بنزلها في نفس اليوم على الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمدي بالعربي كتابيا بالطريقة كتابيا عشان أصدقائنا اللي شافوا الحلقة أو شافوا الفيديو وحابين يحتفظوا بالوصفة بالطريقة على الموبايل موجودة. كمان بتلقى عليها التطبيقات حضراتكم وتعليقاتكم. لكم أي سؤال عن أي وصفة احنا عملناها على مدار الأسبوع هتكون من خلال الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمدي بالعربي. لكن عايز اقول برضو لكل اصدقائنا انه لو ليكوا اي وصفه حابين تبحثوا عنها من خلال مطبخ عظيمه اكتبوا بس اعملوا سيرش واكتبوا اسم الوصفه وان شاء الله تطلع لكم بكل سهوله. النهارده هنعمل اصناف من الخبز او العيش جميله جدا للناس اللي محبه الى اللبن حليب جوز الهند وجوز الهند واستخدام النوع الجوز الهند او حليب جوز الهند في الوصفات. نوع لطيف جدا وهو كمان بيخلي كده العيش ده له نكهه حلوه قوي. تقدروا تحطوا معاه زبيب وتقدروا تحطوا معاه فواكه مجففه وتقدروا تخلوه ساده يعني ليه طعم كده مختلف وجميل وعجينه حلوه وهشه ان شاء الله تعجب حضراتكم. تعالوا نبدا نقول بسم الله ونقول مقاديرنا النهارده. عندي خبز حليب جوز الهند طري عباره عن 2.5 كوباية من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، 3 معالق كبار من الكاسترد بودره الكاسترد يعني، 200 ملي من لبن او حليب جوز الهند، وحوالي 30 ملي من زيت جوز الهند. عندنا زيت جوز الهند وبيجمد شويه في الشتاء بس لازم تعملوه في حمام ميه دافيه عشان يفك. 45 ملي من الميه، يعني هقول ايه معلقتين كده ميه لو احتاجنا، رشه ملح او 3 معالق على حسب نوع الدقيق. وجوز هند ده هحطه على وش الايه العيش، يعني هدهنه بالحليب او باللبن جوز الهند واحط عليه جوز الهند وهدخله الفرن. طبعا هو من الوصفات اللطيفه طلبت مننا واحنا قلنا لازم نعمله برضو بحاجات سهله. الزيت بتاع جوز الهند عاده في الشتاء سواء جايبينه لاستخدام المطبخ او جايبينه للاستخدام الطهي لازم يجمد، بيجمد جدا في الجو البارد يعني. فحضراتكم المفروض يعني تحطوه في حمام ميه دافيه عشان يبدا الزيت يفك وتبداوا تستخدموا الزيت. ودي على فكره الطريقه الصحيه سواء هنعمل حمام زيت لشعرنا او حتى هنستخدم الزيت بطريقه ان انا ما اغليهوش ولا اسخنه، انا يا دوب بدفيه. انسب حاجه ليه البخار الميه او الحمام المائي السخن. تعالوا بقى نبدا كده ايه نشوف هنعمل ايه في الوصفه الجميله دي. انا هاخد كده طبعا عندي جوز الهند هنا خليه ايه دول كده هنا ونبدا بقى في العجان. طبعا عندي رشه الملح هحط هنا رشه ملح بسيطه وطبعا على حسب نوع الدقيق الخاص بحضراتكم. انا بستخدم الدقيق كل استخدامات او الخاص بالمخبوزات العيش يعني. ادي معلقه واحده على الايه على الكوبايتين ونص من الدقيق وحطيت ذره من الملح. هنعجن بحليب جوز الهند وطبعا ممكن تزيد شويه مننا نزود شويه ميه مفيش مشكله، عايزين تزودوا كل الكميه تبقى حليب جوز الهند مفيش مشكله. وعندي الكاسترد كده وكمان عندي من جوز الهند. ممكن اخد كده معلقه جوه العيش او جوه الـ 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 العيش نفسه تدي طعم وتيست حلو كده. طبعا انا استخدمت هنا جوز الهند اللي هو الناعم قوي، ولو هو خشن عند حضراتكم افرموه في الطحانه بتاعه مش التوابل بقى، احنا دايما عندنا طحانتين في مع كل جهاز بيجي، فاحنا ممكن نستخدم الطحانه نخلي واحده للتوابل وواحده خاصه بالمكسرات بالحركات دي بتبقى افضل يعني. بسم الله نحط الدقيق كده وايه هاخد كده الزيت جوز الهند وحليب جوز الهند هخليه جنبي. حط كده زيت جوز الهند طبعا ده بيدي تيست وطعم حلو قوي و
وهنبدأ يعني نخلط كده الخليط الجاف ده ونشوف. بسم الله. هنزود بقى الحليب جوز الهند شوية شوية لحد ما العجينة دي تلم معايا وتبقى لطيفة. احتجت المية زودت، ما احتجتش خلاص، عايزة احط الكمية كلها من الحليب مفيش مشكلة، جوز الهند نفسه يعني. عايزين تحطوا مكان الزيت جوز الهند، زبدة جوز الهند او كريمة جوز الهند او زبدة بتاعتها مفيش مشكلة. بصوا شوية المية الدافية بقى. بسم الله. بصوا العجينه بتبقى ناعمه ازاي الاول، بتبقى بصوا جميله وناعمه وهشه ازاي. بصوا حلوه قوي. تعالوا كده هنا، خلي بقى ايه جوز الهند ده كده والكاسترد كده، خميره خلاص. هنعمل ايه بقى؟ هاخد رشه كده من الدقيق بسيطه كده هنا، ون ايه ونعجن لينه وجميله. طبعا لازم تخمر، فانا دلوقتي بعجنها وبعدين هوريكوا بقى هعملها ازاي في القالب علشان تخمر ويبقى شكلها ايه بعد ما تخمر. هفترض ان انا هاخد قالب قبل التخمير كده، هدهن القالب ده نصحه بسيطه من زيت جوز الهند برضو خلاص. عايزين تحطوا زيت نباتي عادي ماشي، مش يعني ده او ده مش هيفرق في دهن القالب يعني خلاص. وبعدين هاخد العجينه دي تعمل طبعا قالب كبير. انا هنا هاخد الكور، العجين اهم حاجه تتعجن كويس، بتبقى الاول على سرعه هاديه وبعدين تبقى على سرعه عاليه. اول 5 دقايق على سرعه هاديه وبعدين على سرعه عاليه. نحط كده، طبعا هتتضاعف حجمها بعد شويه، بتاخد بسيبها ساعه تختمر العجينه وبعدين نبدا نسيبها جوه القالب. انا هسيبها، هي المفروض تقعد ساعه في المكان الاول وبعدين اخدها اكورها وبعدين اخدها اكورها احطها جوه القالب واسيبها تخمير تاني. اي عيش في الدنيا لازم تدوره 2 تخمير كده ده. بصوا حبايبي اهو دول هيتضاعفوا وهيملوا الايه القالب بتاعنا. طيب هنوريكم كده شكل الايه، بصوا لما هينتفخ وهي برضو لما هتخمر هتبقى كده بالشكل ده. بصوا بتبقى هشه ازاي ولطيفه جدا هنا. فممكن اعمل هنا برضو في القالب الصغنن بعد ما بيدهن من حليب جوز الهند في اللي هي بعد ما بتختمر ساعة، ناخدها بقى ونعملها ايه كور. في ناس ممكن تحب تحشي الكور دي اي حاجة لو انتوا حابينه يعني يبقى في فريم العيش الحلو او ان احنا ناكله كده بمربى بحاجة حلوة مفيش مشكلة على حسب. طبعا هي بتعمل قالب كبير، العجينة حلوة يعني عملت القالب اللي قدام حضراتكم ده هيتضاعف، ما يغركوش ان هو فاضي كده في عشان ده قالب اكبر وده الاصغر. وهنفتح بقى ده. بسم الله. بصوا بقى العجينة اول بقى ما اختمرت شكل حلو ازاي اهو كده، شوية من الحليب جوز الهند، ودي من الحاجات برضو الايه الناس اصدقائنا اللي طلبوا الخبز اللي بيه حليب جوز الهند وزيت جوز الهند. طبعا تقدروا تغيروا في نوع الدقيق لو انتوا حابين، خلوا دقيق صحي اي نوع انتوا حابينه مفيش اي مشكلة خالص.
وبعدين هحط رشة من جوز الهند على الوش. الفرن عندي لازم يبقى حرارته عالية، يعني 220 الأول. كده سخن وتمام. خليني بقى اخده ادخله الفرن علشان المخبوزات عادة بتميل الحرارة العالية شوية. بسم الله، هنحطه بقى كده، ياخد له 25 دقيقة على حسب القالب اللي احنا حاطينه فيه. 25 دقيقة اعتقد على القالب ده هيبقى كويس قوي. دلوقتي بقى هنطلع فاصل صغير وهنرجع بعد الفاصل هنبدأ في وصفة تانية من الحاجات اللي حضراتكم طلبتوها، ان شاء الله رب تعجبكم. مستنياكم بعد الفاصل.